ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سبق في سورة آل عمران آيات تحدثت عن غزوة أحد كما مر في الدرس الماضي. وفي غزوة أحد خالف بعض الصحابة، خالف الرماة أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم الهزيمة. فبعد أن ذكرت الآيات ما جرى في غزوة أحد، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا وقعت في ذنب، إذا وقعت في مخالفة، إذا خالفت أمر الله، إذا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس، الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، لكن سارع إلى المغفرة، سارع إلى الأعمال التي تستوجب بها المغفرة. وقد سبق في الدرس الماضي حديث عن بعض الأعمال التي يستوجب بها المرء المغفرة، من صلاة وصوم وصدقة وتوبة وعفو عن الناس. قال القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة، يعني هو أذنب وأخطأ غير أن إيمانه صحى، فأسرع إلى الأعمال الصالحات وإلى التوبة بين يدي الله تعالى، فكانت توبته حقيقية واستمر في الأعمال الصالحات واستمر في الخير إلى أن وصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وردت المغفرة واشتقاقاتها في القرآن الكريم في 234 موضعاً. في كتاب اسمه هكذا تكلم الأولياء والصالحون، جاء فيه إن شاباً عبد الله تعالى 20 سنة ثم ابتعد عن دربه 20 سنة فعصى، ثم نظر يوماً في المرآة فساءه ما رأى، وقد رأى الشيب في رأسه، فقال: إلهي، أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فهل تقبلني إذا رجعت إليك؟ فسمع كأن صوتا يهاتفه يقول: أحببتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. يعني الإنسان يا أخوان تزل قدمه، يخطئ أحيانا، يبتعد أحيانا، يقصر. هلأ لا بأس، لأننا بشر، لأننا ضعاف، بس أسرع بالإقبال على الله عز وجل، رب هذا الإقبال يكون سببا لدخولك إلى الجنة. وأيقن أن الله عز وجل يقبل توبتك ويقبل إقبالك عليه إذا صحت التوبة. ومن أهم ما يساعدك على تصحيح التوبة أن تترك رفاق المعصية وأن تجعل بدلهم رفاقا للطاعة. جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. المهم أن ترجع إلى الله أيها الأخ،
المهم أن ترجع إلى الله أيتها الأخت. ماشي الحال، أخطأت لا تبقى أرضا، وقعت لا تبقى أرضا، زللت لا تبقى جالسا، قم يا أخي من المكان الذي أنت فيه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواه الإمام الترمذي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العلماء قالوا إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض معناتها طول أديش؟ والله يا أخوان محرز أن ترصد حياتك كلها لخدمة ربك، لامتثال أمر ربك، لالتزام أمر ربك، للمسير على سير المتقين، لترك الحرام، لإتقان الفرائض، لأداء ما استطعت من النوافل. الجنة عرضها السماوات والأرض، طولها كم؟ يا أخوان أنتم تعلمون بيت بمدينة دمشق 100 متر، بدك 100 مليون، بدك 200 مليون، بدك تشتغل لك 20-30 سنة، وإن حالفك الحظ تناله أو لا تناله. طيب جنة عرضها السماوات والأرض، أليست جديرة أن ترصد حياتك كلها، كل حياتك للإقبال على الله؟ وإقبالك على الله لا يمنعك من أن تحصل ما شئت من مباحات الدنيا. يعني إقبالي على الله لا يمنعني أن أنزل إلى عملي لأكسب مالا، إقبالي على الله لا يمنعني أن أذهب في نزهة مع أهلي، إقبالي على الله لا يمنعني أن أضحك وألعب، إقبالي على الله لا يمنعني أن آكل وأشرب، إقبالي على الله لا يمنعني أن أنام وأرتاح. لكن كل هذه المفردات ضمن ضوابط الشرع، فأنا أبيع وأشتري ضمن ضوابط الشرع، وأنا ألهو وألعب ضمن ضوابط الشرع، وأنا أذهب إلى النزهة وألهو ضمن ضوابط الشرع، وأنا آكل وأشرب ضمن ضوابط الشرع. والله يا أخواني اللي بيمشي في طريق الله يسعد سعادة ما بعدها سعادة. انظروا الذين يلتزمون بشرع الله تعالى حياتهم، بتلاقي عمره 60-70-80 سنة عنده سعادة داخلية عالية جدا، ما ندم على ما مضى من أيامه، لأنه مشى في درب الله تعالى، مشى في درب التقوى، مشى في درب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سامحني، من كان معتديا على أموال الناس، من كان معتديا على أعراض الناس، من كان مقصرا في ما أمره الله تعالى، بتلاقيه في عمر إذا بلغ منه السن ما بلغ نادم على ما فرط في أيام السبا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جرت العادة أيها الإخوة أنه إذا جاءك ضيف بسيطي ما بحاجة أنك تعد له شيء ولا تخبر أهل بيتك بشيء. إذا جاء هذا الضيف بتضيفه فنجان قهوة، بتضيفه كاسة شاي، بتضيفه قطعة حلويات، انتهى، لأنه بسيط. لكن إذا كان الضيف له وزن ومكانة عالية تعد له، وكلما ارتقت منزلة الضيف تحتاج إلى إعداد أكثر. ربما يأتيك ضيف فتعد له من قبل أسبوع أو من قبل شهر. تخيلوا يا أخوان أهل التقوى كم هم أناس غالين على الله عز وجل ولهم مكان عالي عند الله عز وجل. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا يا عبادي مجهز للمتقين جنة عرضها السماوات والأرض، فيك تتخيل ماذا يوجد فيها من النعيم. الله عم بيجهز لك من المتقين يا أخوان، أنتم المتوقع، أنتم لابد أن تكونوا من المتقين. لا خير فينا إذا لم نترك الحرام، لا خير فينا إذا لم نتقن الفرائض، لا خير فينا إذا لم نؤدي النوافل، لا خير فينا إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهذه الأربعة هي التقوى على مستوى الفرد والمستوى الجماعة. وإلا شو عايش؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي بعيشك؟ هل تأكل وتشرب وتلبس وتتزوج؟ هذه مفردات تمر على العباد كلهم، على كبيرهم وصغيرهم، أن تمر عليها. لكن اجعل التقوى ديدنك، اجعل التقوى عادتك، من أجل إذا أنت مت والناس من حولك يبكون أنت في فرح كبير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله الآن يصف هؤلاء المتقين، يصف بعض أعمالهم. قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في اليسر وفي العسر.
الإسلام يجعل المسلم إنساناً إيجابياً. تدربوا يا إخوان أنكم تكونون من أهل البذل مو من أهل الأخذ. ألا إذا جاءك شيء من مال الله من دون مسألة فخذه، لكن لا تتدرب أنه أخي أنتوا ليش ما عم تعطوني، أنتوا ليش ما عم تجهزوا لي مكان لأقعد بالجامع، أنتوا ليش ما عم تصلحوا حنفية البراد، أنتوا ليش ما عم تبعدوا لي، أنتوا ليش ما عم توجبوني. من كان عنده هذه النفسية فهو في نفسية أخذ، بس القرآن يعلمك أن تكون من أهل الإنفاق، من أهل العطاء مو من أهل الأخذ. قال أول وصف للمتقين الذين ينفقون، وينفقون في كل أحوالهم، في العسر واليسر، في السراء والضراء، سواء كان في ضائقة أو كان في سعة، هو تربى على الإنفاق وعلى الإعطاء. خير من الذي يريد أن نهيئ له مكانا للجلوس الذي يهيئ مكان الجلوس. خير من الذي يقول ليش ما تصلح حنفية البراد تبع الجامع الذي يصلح حنفية براد الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم، يلي بيعطي أكثر هذا السيد، ويلي بياخذ أكثر هذا الأضعف. فأنت في مع والدك ووالدتك تدرب أن تنفق أنت، مع أخيك وأختك تدرب أن تنفق أنت، مع أصدقائك في الرحلة تدرب أن تنفق أنت، مع إخوانك في المسجد تدرب أن تنفق أنت، مع أهل بنائك جوارك تدرب على أن تنفق. طيب شو بدي أنفق؟ أنا ما معي مال. شوفوا لي بالله الآية عم تقول وين؟ عم تقول شيء ينفقون مالاً؟ الله عم يصف المتقين، قال أعدت للمتقين هذه الجنة. ما صفتهم يا رب؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. ماذا ينفقون؟ العلماء قالوا محذوف المفعول، ما قال ينفقون مالا في السراء والضراء، ما قال ينفقون جهدا في السراء والضراء، ما قال ينفقون علما في السراء والضراء، قال ينفقون. فأنت مو شرط يكون معك مصاري، إذا معك مصاري كل ينفق مما عنده، يلي معه مصاري فلينفق مالا، بس أنت ممكن يكون عندك علم، أنفق علما، أنفق علما. شوف يا أخي إخواتك مين بده مساعدة بالدراسة ساعدهم، شوف يا أخي من جوارك وأولاد جوارك مين خرج أنا عينه في دراسته ضعيف فأنفق. قد تنفق من جاهك، أنت إلك مكانة إلك معارف، وأنا محتاج إلى أمر، هذا الأخ محتاج إلى أمر، وأنت تستطيع أن تعينه، أنفق من جاهك، أنفق من وقتك. المهم المتقون هم أناس إيجابيون، هم أناس باذلون، هم أناس معطون، هم أناس نفاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. المسلم هكذا رباه القرآن، أن يعطي مو أن يأخذ. لذلك يا شباب ويا رجال تدربوا على أن تبذلوا، واعلم بأن الله عز وجل سيخلف عليك فيما أنفقته، ولا تتدرب أن تكون أنت يعني الآخرون يخدمونك وأنت تريد أن تكسب من الآخرين. هلا ربما أحدنا يكون مريضاً ويحتاج من يخدمه لا بأس، ربما أحدنا يعمل ويعمل ويكون فعلاً في ضعف مادي ويأتي من يقدم له شيئاً لا بأس، لكن أنت درب نفسك أن تنفع الآخرين كائناً من كنت. قال الله تعالى في وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. في مرات أنت وعم تنفق، مع أنك عم تنفق وتنفع الآخرين، هؤلاء الآخرون يؤذونك، أنت عم تعلمه لهذا الطالب وهو جامد أمامك ويلهو ويلعب، وأنت مفرغ له من وقتك، وأنت عم تعطيه من جهدك وعلمك، وهو يضيع أوقاته، يعني بيخلي الضغط عندك يرتفع للمية والحرارة ترتفع للتسعين. الله عز وجل قال خير اللي بده ينفق في السراء والضراء، بس كمان ليكن كاظما للغيظ. أما سامحني إذا بدك تجي تعلم ابني وبعد هيك تصرخ في صوت أو تضربه شي ضربة الولد يرجع مرعوب، لا سامحناك، سامحناك بالتدريس وسامحناك بالترعيب، ما بدنا هذه النفقة تبعك. إذا بدك تساعد إنسان بمبلغ مالي وبعدين بدك تتكلم معه كلاما ناقصا، مسامحينك بالمال ومسامحينك بهذا الكلام الناقص. طبيعة الحياة يا أخوان بأننا نجد من يزعجنا. الإسلام يدربك أن تكظم غيظك،
هلأ الفلسفة الأنا، الفلسفة المادية بيقول لك أخي يلي بيحكي معي كلمة بدي أحكي معه 10، ويلي بيطالع لي خلقي بدي طالع له خلقه 100 مرة. لكن الإسلام لأنه يحب الجماعة، إذا أنا بدي أصرخ فيك وأنت تصرخ فيني ستتفرق جماعتنا، لا أتحبك ولا أتحبني. فقال والكاظمين الغيظ. مرات زوجتك بتطالع لك خلقك، والكاظمين الغيظ. مرات أنت يا بنتي زوجك بيطالع لك خلقك، والكاظمين الغيظ. مرات والدك بيطالع لك خلقك، أنت ما بدك جني عرضها السماوات والأرض، بلى، والكاظمين الغيظ. الله وصف المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. ذكروا بأن أحد الرجال بينما الخادم يصب أمامه الماء أو الشاي وقع هذا الماء الساخن عليه، فغضب، يعني شيء صعب الواحد ينزل الماء الساخن عليه باللا شعور، يعني هو ارتفعت حرارته، ارتفع ضغطه، وحمرت أوداجه، وأراد أن يبطش بهذا الخادم، فقال يا سيدي اذكر قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. هلأ يا أخوان والله نحن لازم نتدرب، إذا أنت كنت في موقف غضب وإن لك آية تقول حاضر، بدك تبطش بمن هو قبالتك واستتوقف، لأن الله قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، لأنه هلأ أنت بجوز كظمت غيظك هلأ بس بكرة تعمل لي مشكلة، قال عفوت عنك، ما بدي حاسبك ابنه، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر في سبيل الله. على كل الأحوال هذه تربية إيمانية لا يستطيعها جميع الناس. هلأ نحن في بيناتنا أناس إذا غضبوا يا أخي يعتدون هيك، يعني هو كتير جيد بس لما بيغضب فعلا بيعتدي على من هو قبالته. هلأ هاد سيء، وبدك تشتغل على نفسك حتى تتدرب على كظم الغيظ. كيف؟ 5 أمور بها تسيطر على الغضب، راجعوها على موقع النت لمحمد خير الشعال تجدون الجواب، لأنني كررتها مرارا. بس لازم تشتغل على نفسك إذا غضبت أن لا تعتدي على الآخرين. هلأ في بيناتنا أناس إذا غضب يعتدي على الآخرين، إما بالكلام وإما باليد وإما بالبطش وإما بالأذية. في بيناتنا أناس إذا غضب ينتقم بس بالعدل، والله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني هذا صح مو خطأ، بس يعني هو في الدرجة هيك الدنيا من الحالة الإيمانية، ما وصل للمتقين لأن المتقين أعلى من هدول. في بيننا أناس إذا غضب كظم غيظه، ألا هذا وصل للمتقين، خلص مع أنه زوجته طالعت له خلقه بس سكت وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وراح على غرفة تانية فتح كتاب أرى، فتح مصحف أرى، صلى له ركعتين، راح البراد يا أخي شرب شوي مية باردة، ماشي الحال. المهم أنه ما واجهها بالأذية، كظم غيظه، منيح، هذا من المتقين. في بيننا أناس درجتهم أعلى، يستطيع أن يعفو عمن هو قبالته. لا مو كل الناس بيقدروا يعفو. في مرة قال لي شاب الإساز أنا ما بقدر، يعني إذا واحد آذاني بدي آذيه، ما بقدر نام لحتى أذيه مثل ما آذاني. هلا هذا مسلم ماشي الحال، بس إسلامه لساته في يعني الدرجة الأولى، بس في درجة ثانية كظم غيظ، وفي درجة ثالثة عفو على الناس، وفي درجة رابعة الإحسان إليهم، والله يحب المحسنين. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. شغلة صعبة، واحد أساء إليك قال أنت بدك تدفع السوء تبعه بالتي هي أحسن كمان، ما كل الناس يستطيعون. بس يا أخوان دربوا أنفسكم، ذكر الله عز وجل يرفعك إلى هذه المكانة، بخلصك من النفس الغضبية، بخلصك من النفس الشهوانية، بخلصك من النفس الشيطانية، وبحولك لنفس ملائكية. تتذكروا مر معنا زيد بن سعنة لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجمع ثوبه وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، والنبي في نهاية القصة أكرمه، مو بس عفى عنه أكرمه كمان، قال يا عمر روح اقضه وأعطه زيادة جزاء ما روعته. هلأ اللي بده يصير وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يجتهد أنه يرقى مع آيات القرآن الكريم. المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. شوف المتقين، هلأ الإنفاق نفع للآخرين، كظم الغيظ نفع للآخرين، العفو عن الناس نفع للآخرين،
والله الإحسان إلى الآخرين نفع للآخرين. الإسلام بيجعلك إنسان نفاع للبلاد والعباد. هلأ بس المتقون أناس بشر يخطئون، فقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المتقي ليس معصوما، لأنه مرات واحد بيناتنا بيقول طيب أنا أذنبت، أنا والله لا وشي وش متقين ولا وشي وش صالحين. لا، أنت إذا مشيت في الإنفاق في السراء والضراء، في العفو عن الناس، في الإحسان إلى الناس، إذا مشيت بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل، الأمر بالمعروف، أنت من المتقين ولو أذنبت. والله وصف الذين يتقون، وصف المتقين، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم الذنب الخاص بينهم وبين ربهم، فعلوا فاحشة الذنب الذي آذوا بهم غيرهم. بصير مرات المتقي يؤذي الآخرين، بصير مرات المتقي يظلم نفسه بذنب، بس ميزة المتقي أنه مباشرة بعد الذنب يذكر الله عز وجل فيرجع إليه بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله مو أنه قالوا الله الله الله، ذكروا الله تذكروا أنه هن من جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكروا الله تذكروا هم من أهل المساجد، ذكروا الله تذكروا هم من أهل القرآن الكريم، ذكروا الله هم تذكروا بأنهم من أهل أعدت للمتقين. لذلك بيقول لك: يا لطيف أنا أخطأت، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله عز وجل قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، طبعا لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ميزة المتقي أنه لا يصر، فمن رأى في نفسه إصرارا فليعلم أنه خالف التقوى. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قالوا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر. يعني عم بيقول لك أستغفر الله وهو عم ينظر إلى الحرام، فاتح موقع حرام عم يقولك استغفر الله استغفر الله، هذا استغفاره يحتاج إلى استغفار، هذا مصر. يا أخي آخذ أموال الناس ظلماً، بيقولك استغفر الله على العمل اللي عملناها، لك يا أخي روح رجع لهم ياهن. قال: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار، آخذ مال الناس حل هالعقد وروح رجع لهم أموالهم، ويثبت معناه في الجنان إنه يا رب دخيلك ما تأخذني على ما مضى مني. لا التلفظ باللسان، مو شغلة بس أنا أمسك مصباح استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هلا نحن بحاجة إنه نذكر الله بتكرار هذه الأوراد، بس هذه الأوراد مهمتها أن تثبت في القلب لاحقا، تحولك إلى منهج حياة. قال الإمام القرطبي: الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره، والذنب الذي هو غير الكفر نوعان، إما حق لله وإما حق للعباد. فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك، غير أن منها ما لم يكتفي الشرع فيها بمجرد الترك، بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم. واحد كان ما بيصلي، هذا مذنب، ذنب مع الله عز وجل، شو لازم يعمل؟ لازم يتوب، إنه استغفر الله العظيم، يا رب توب علي فيما مضى، بكفي؟ قال: لا، الشريعة أوجبت عليه القضاء. واحد ما كان يصوم، هلأ تاب، منيح، هلأ بيقول استغفر الله ويندم على ما فات، بكفي؟ كمان بس بده يصوم لقاء ما فات. ومن هذه الذنوب ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان، إذا واحد حلف يمين وبعدين تاب، بكفي يقول استغفر الله؟ هو بده يقول استغفر الله ويندم على ما فعل، بس كمان بده يدفع كفارة اليمين. وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها. واحد آخذ من واحد مصاري وما عم بيرجعها، إذا أراد أن يتوب لا بد أن يردها إلى مستحقيها. فإن لم يوجدوا، ماتوا هدون مستحقين للورثة، فإن لم يوجد ورثة اختفوا من على الأرض، تصدق عنهم. ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار، هلأ إذا واحد بعيد منهم كان آخذ الناس مصاري وصارفهم كلياتهم وما عاد معه يرجع لحدا،
شو بده يعمل؟ قال ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول وفضله مبذول. نرجو من الله أنه إذا تاب توبة صادقة أن يتوب الله عليه، وإذا أغناه الله تعالى يوما أو مرة فلا بد أن يعيد الحق إلى أصحابه. للحديث عن المتقين تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.